المخرج كارن جوهر المعروف بإطلاقه لعدد كبير من أبناء النجوم واجه سلسلة من الانتقادات والإساءات وصلت إلى حد التهديد بالقتل، وحسابه على إنستغرام خسر أكثر من 500,000 متابع، ورفعت عليه دعوى قضائية تتهمه بمحاولة القضاء على سوشانت في الخفاء، خاصة بعدما حكى المخرج شيكار كابور واقعة خطيرة. شيكار قال أن سوشانت حكى له أنه عندما التقى بكارن في حفل لتوزيع الجوائز عبر كارن لسوشانت عن إعجابه بموهبته وأعطاه رقم هاتفه وطلب منه أن يتصل به ووعده أنه سيمنحه دورا في فيلم ضخم من إنتاجه. لكن صدمة سوشانت كانت عندما اتصل سوشانت بكارن الذي لم يرد على اتصالاته، وأخبره مدير أعمال كارن بكل برودة أن شركة كارن تتعامل فقط مع النجوم أو أبناء النجوم. كذلك عندما كان يتحدث كارن عن سوشانت في برنامجه التلفزيوني، طريقة كلامه وتعابير وجهه كانت تبين دائما أنه يقلل من نجومية سوشانت ويعتبره دخيل على الوسط.